طيب نتكلم ان شاء الله النهارده يا اولاد عن عقيده الطفل المسلم. يعني كلنا كده كمسلمين عندنا عقيده وحاجه لازم تكون ايه ثابته في دماغنا، ومعلومات نبقى كلنا ايه كلنا عارفينها عن الدين الاسلامي بتاعنا. اوكي، حاجات نكون عارفينها عن مين؟ عن الدين الاسلامي. زي ايه مثلا؟ يعني ربنا مين، النبي بتاعنا مين، ربنا موجود فين، صح كده، الدين بتاعنا اسمه ايه. الحاجات دي كلها لازم ايه لازم تكون موجوده عندنا ونبقى عارفينها. ماشي. طيب انا وانتو النهارده ان شاء الله مع بعض هنتعلم ايه هي العقائد او ايه هي الحاجات الثابته اللي بتكون موجوده عند كل المسلمين، وعند حتى الاطفال كمان، عند كل مسلم يا اولاد لازم تكون الحاجات دي ايه ثابته في دماغه، ومعلومات يكون هو ايه يكون هو عارفها. زي ما انت عارف كده عن نفسك معلومات كتيره، عارف اسمك ايه وعندك كام سنه، طب انت بتحب ايه، ماما وبابا مين، صح كده، يعني كل الحاجات، اخواتك اسمهم ايه، عندك كام اخ، كل الحاجات دي انت بتبقى عارفها عن نفسك. كمان المعلومات دي حبايبي لازم نكون عارفينها عن الدين بتاعنا اللي هو ايه اللي هو الدين الاسلامي بتاعنا. ماشي، نكون عارفينها عن الدين الاسلامي ايه الدين الاسلامي بتاعنا. طيب تعالوا انا وانت كده مع بعض نتعلم ايه هي الحاجات اللي المفروض المسلم يكون عارفها عن الدين الاسلامي بتاعه. اول حاجه، لما حد يجاب لك في الشارع كده ويقول لك انت مسلم، صح كده، طيب طالما انت مسلم بقى من ربك، تيجي انت بسرعه زي البطل وتقول له ايه، اه عارفين، حد عارف ربنا مين، انا اجري بسرعه كده زي البطل واقول له ايوه انا مسلم وعارف ان ربي هو مين، ربي الله. اه يلا كلنا مع بعض، مين ربنا، من ربك، ربي ايه، اه ربي الله، برافو عليكم، كلنا كده نردد مع بعض، ربي يا مين، يلا يا كادي، من ربك يا كادي، اه لو حد يا كادي جاب لك كده وسألك وقال لك يا كادي انت كده مسلمة وعايز اعرف يا كادي مين ربك يا كادي، ربنا مين، انت تجري عليه بسرعة وتقولي له ايه، تقولي له ايوه انا عارفة ربنا، مين ربنا بقى، لا مين ربنا يا حمزة، يلا بس من ربك يا حمزة، تقول له ايه، ربنا مين، اه ربنا مين يا حمزة، الله رب الله، برافو عليك، ربي الله، ممتاز يا حبيبي، حد يقول لك من ربك تقول لي ايه، ربي الله، يلا يا غادة، اه مين ربنا يا غادة، اه علي صوتك يلا سمعي زمايلك، مين، بيضاء غيداء، ربنا الله من ربك يا غيداء، الله الله، ممتازة يا حبيبتي، ربنا هو الله، برافو يا أحمد، أه يلا يا أحمد قولي لزمايلك من ربك؟ أه مين؟ يلا يلا يا عبد الرحمن، يلا يا عبد الرحمن قولي لزمايلك كده من ربك يا عبد الرحمن؟ مين ربك بقى؟ الله أه الله برافو، الله ربنا هو الله، ممتاز يا حبيبي، ربي هو الله، برافو عليك، تمام كده، برافو. طيب لو حد كمان يا ولاد، خلاص الله برافو عليكم، كلنا كده عرفنا ربنا مين، لو حد سألني وقال لي ربنا مين انا بسرعة كده اجري واقول له ايوه انا عارف، الميس قالت لي ان ربنا هو مين، ربنا هو الله، برافو عليكم. طيب يجي بقى حد تاني ويسألك يقول لك طيب اين الله، الله هو الله ده موجود فين، تجري انت كده بسرعة وتقول له ايوه الله موجود في السماء فوق العرش، اه موجود فين، يلا كلنا كده مع بعض نقول في السماء فوق العرش، يلا كلنا كده نقول مع بعض، يلا ربنا موجود فين يا ولاد، اين الله، اين الله، في السماء فوق العرش، يلا يا محمود، محمد، يلا يا محمد قول لزمايلك يا محمد اين الله يا محمد، اه في السماء في السماء فوق ايه، فوق الله فوق فوق العرش، العرش تاني يلا قول زمايلك تاني يا محمد، يلا موجود فين، في السماء فوق الربين فوق العرش سماء، في السماء فوق ايه، تاني في السماء فوق العرش، برافو عليك يا حبيبي، احسنت، ممتاز، يلا يا ربنا حمزة، فوق العرش ممتاز يا حبيبي، يلا يا حمزة قول لنا يا حمزة، اه يا حمزة، من ربك يا حمزة؟ ربنا مين؟
ربنا الله الله، برافو عليك. أين الله؟ الله ده موجود فين يا حمزة؟ موجود فين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ السماء في السماء فوق إيه؟ فوق العصر. العرش. في السماء فوق العرش. يلا قول كمان. أيوه برافو. أنت العرش اللي هو موجود عليه الله سبحانه وتعالى، هو ربنا موجود إيه؟ فوق. موجود فين؟ في السماء فين؟ فوق العصر. برافو عليك يا حبيبي، في السماء فوق العرش. ممتاز، برافو عليك يا حمزة، شطور. طيب يلا ناخد مين كمان؟ يلا ناخد عبد الرحمن. يلا يا عبد الرحمن، يلا يا عبد الرحمن، قول لزمايلك يا حبيبي، من ربك يا عبد الرحمن؟ مين ربنا؟ الله الله، برافو عليك، ربي الله. أين الله يا عبد الرحمن؟ الله موجود فين؟ قول لزمايلك كده، الله موجود فين؟ ايوه، على صوتك سمعني. برافو، في السماء فوق العرش. برافو عليك يا حبيبي، ممتاز، زي ما قال لنا كده، في السماء فوق العرش. يلا يا منى، يلا يا منى، افتحي المايك وقولي لزمايلك كده، من ربك ايه؟ فتح برافو عليك يا حبيبتي، ممتازة. مين ربك يا منى؟ من ربك ايه؟ الله برافو، ربي الله، شطورة، برافو عليكي. أين الله؟ فوق العرش في السماء. يلا قولي ورا في المسمار. السماء أيوه في السماء فوق العرش. برافو يا حبيبتي، ممتازة، برافو عليكي يا منى، شطورة، برافو عليكي، في السماء فوق العرش. يلا يا كادي، يلا يا كادي، قولي لزمايلك، يلا يلا قولي لزمايلك، من ربك يا كادي؟ ربنا مين؟ الله من ربك؟ الله الله، برافو عليكي، أين الله؟ أين الله؟ الله موجود فين؟ برافو عليكي، شطورة، أحسنتي يا حبيبتي، برافو عليكي، في السماء فوق العرش. برافو عليكي يا كادي، بطلة، أحسنتي، برافو. طيب يلا كمان، مين كمان معانا؟ يلا مالك، يلا افتح المايك، يلا يلا، لو حد سألك من ربك، مين ربنا؟ فوق العرش. من ربك؟ من ربك؟ مين من الآن؟ من ربك؟ مين مين ربنا؟ سمع زمايلك، يلا. ربنا اسمه الله ايه بقى؟ من ربه؟ الله برافو، ربي الله الله، برافو عليك. اين الله؟ الله موجود فين؟ فوق العرش موجود فين؟ برافو، في السماء. السماء فوق العرش. برافو يا حبيبي، ممتاز، في السماء فوق العرش. برافو عليك، برافو عليك، ممتاز. طيب سليم، يلا سلام رد. نعم يلا اتفضل يا نعم حبيبي، من ربك؟ لو حد الله سألك، برافو عليك، لو حد سألك وقال لك من ربك، تقول له ربي الله. طب هو مش عارف أين الله، الله موجود فين؟ تقول في له انت من السماء ربك؟ ايوه، في السماء. على العرش فوق على العرش العرش. استوى على العرش استوى برافو، هو في السماء فوق العرش. في السماء ايه؟ فوق على العرش. العرش استوى ايوه، على مثل ما العرش احنا بنقول في استوى السماء فوق العرش يا ولاد. في السماء ايه؟ في السماء ايه فوق سليم؟ العرش برافو، فوق العرش برافو يا حبيبي، في السماء فوق العرش، ممتاز، برافو عليك، بطل، برافو عليك. خلاص كده يا ولاد، احنا عرفنا من ربك، ربنا مين؟ ربنا الله. طيب الله ده موجود فين؟ لو حد جابلنا كده وسألنا، احنا مسلمين كده وعارفين العقيدة بتاعتنا، نقول له ربنا موجود في السماء فوق العرش. طب حد تاني يسألنا بقى ويقول لنا، طيب ما دينك؟ الدين بتاعنا اسمه ايه يا ولاد؟ ما دينك؟ تروح تجري انت كده زي البطل وتقول له ايوه انا عارف، وعارف وفاهم وعارف ان دين اسمه ايه؟ الاسلام. ما دينك؟ ديني الاسلام، احنا كلنا مسلمين، يبقى الدين بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه الدين الاسلام. ما دينك؟ ديني الاسلام يا ولاد، اتفقنا؟ اي حد يسألك ويقول لك من ربك؟ ربي الله. أين الله؟ في السماء فوق العرش. طب ما دينك؟ الدين بتاعك اسمه إيه؟ عرفني كده، تروح تقول له ديني اسمه الإسلام. يلا يا كارما، يلا يا كارما، قولي لزمايلك، يلا زمايلك يا كارما بيسألوك وبيقول لك يا كارما من ربك؟ ما ربي ربي هو الله برافو، ربي الله. أين الله؟
الله موجود فين؟ ها؟ الله في السماء فوق العرش. استني يا حبيبتي، برافو عليكي. ما دينك؟ الدين بتاعك اسمه ايه؟ ديني أي هو الإسلام. برافو يا روحي، ممتازة يا حبيبتي، احسنتي، برافو عليكي. ديني الاسلام. يلا يا مازن، يلا يا مازن، زمايلك بيسألوك يا مازن، افتح المايك يا مازن، يلا بيسألوك زمايلك وبيقولوا لك يا مازن من ربك؟ أه؟ ربك أوه. ربي الله، برافو عليك يا مازن، ربي الله. أين الله يا مازن؟ الله موجود فين؟ فوق العرش. برافو، فوق العرش في السماء، فوق العرش يا مازن، موجود فين؟ فوق العرش. برافو، نقول له بس، نقول له في السماء، في السماء يا مازن، فوق العرش، موجود فين؟ ها؟ أه؟ فوق العرش. لا اسمع، في السماء فوق العرش يا مازن، في السماء، لازم تقول كلمة في السماء فوق العرش، موجود فين؟ تاني. لو ما تشارك أه؟ في السماء فوق العرش، برافو عليك. طيب ما دينك يا مازن؟ الدين بتاعك اسمه ايه حبيبي؟ الدين بتاعنا يا مازن، او الدين بتاع المسلمين كلها، والدين بتاعك انت اسمه ايه؟ يلا افتح المايك، انت هتحاول اهو. اسمه ايه الدين بتاعك يا مازن؟ يلا يلا يلا، قول لزمايلك. الدين بتاعنا اسمه ايه يا مازن؟ اتكلم، انت فاتح المايك بس اتكلم. ما دينك؟ اسمه ايه الدين بتاعك يا مازن؟ اسمه يا مازن الاسلام، اسمه ايه؟ الإسلام. برافو، اسمه الاسلام. يلا يا سليم، سليم وآسر، يلا اتفضل يا سليم، يلا يلا يا سليم، بيسألوك كده زمايلك يا سليم، بيقولوا لك من ربك يا سليم؟ مين هو ربك؟ ربنا اسمه ايه؟ من ربك؟ من ربك يا اسلام؟ مين؟ الله الله، برافو عليك، برافو. طيب اين الله؟ السماء فوق العرش. برافو، في السماء فوق العرش يا حبيبي، برافو عليك. ما دينك؟ الدين بتاعك اسمه ايه؟ إسلام. برافو عليك، احسنت يا حبيبي، برافو، تمام كده، ديني اسمه الاسلام، برافو عليك. يلا يا نهى، يلا يا نهى، قولي لنا يا نهى، زمايلك بيسألوك يا نهى وبيقولوا لك من ربك؟ ها؟ الرب الله. برافو يا حبيبي، ربنا الله، ممتازة. طيب أين الله؟ الله ده موجود فين؟ أين الله؟ أين الله؟ هنا. في السماء، برافو، في السماء إيه؟ فوق إيه؟ شوف فوق العرش، السماء فوق إيه؟ يلا فوق العرش، فوق العرش. دكتورة. طيب ما دينك؟ الدين بتاعك اسمه ايه؟ رب الله. برافو. طب والدين بتاعنا الدين الإسلام. يا حبيبي؟ برافو عليكي، احسنتي. تالا، يلا يا تالا، برافو عليكي، ممتازة. يلا يا تالا، قولي لنا بقى من ربك يا تالا؟ إن الله. برافو يا حبيبتي، ربنا الله. أين الله؟ الله ده بيكون موجود فين؟ استمع. السماء فوق إيه؟ العرش. فوق العرش، شطورة. طيب ما دينك؟ الدين بتاعك اسمه إيه؟ الإسلام. برافو، أحسنتي، ممتازة يا حبيبي، ديني اسمه الإسلام. يلا يا جوري، قولي لنا يا جوري، يلا جوري، حمزة خالد، يلا يا جوري اتفضلي، يلا حبيبي، بنسألك مارس. اسمك ايه؟ طيب حمزة، يلا يا حمزة، من ربك يا حمزة؟ ربك اسمه ايه؟ ربي الله. ربي الله، برافو عليك. أين الله؟ أه؟ ربي الله. أيوه برافو، أين الله موجود فين؟ موجود فين الله ده؟ فوق السماء. سماء فوق ايه؟ فوق فوق ايه؟ العرش.
فوق العرش، برافو فوق عليك. العرش. السماء فوق العرش. اوكي، العرش طيب ما دينك؟ الدين بتاعك اسمه ايه؟ الإسلام. برافو عليك يا حبيبي، الدين بتاعنا اسمه الإسلام. يلا يا هدى، سيف، يلا ليه مش عاوز تشارك مع زمايلك؟ يلا افتح المايك، يلا يا سيف، يلا قول لنا يا سيف بقى، زمايلك بيسألوك، يلا بيقولوا عليك بطل، يلا وشاطر وحلو. من ربك يا سيف؟ ربك اسمه ربي ايه؟ هو الله يا أب. برافو عليك يا حبيبي، ربنا هو الله. أين الله؟ موجود فين الله ده؟ ها؟ السماء في السماء فوق ايه؟ ها؟ السماء أيوه شطور، السماء فوق العرش، برافو. طب ما دينه؟ أنت الدين بتاعك دين اسمه ايه؟ هو السماء يا أب. دينك اسمه ايه؟ علي صوتك يلا، سمع زمايلك، يلا بطل، يلا دين هو السماء يا أب. اسمه ايه؟ مين هو اللي سمو يا أبي؟ هو الإسلام. برافو عليك، برافو عليك يا سليم، ديني هو الإسلام، بطل يا حبيبي، برافو عليك، ممتاز. ديني هو إيه؟ هو الإسلام، هو اللي سلام ممتاز. يلا يا مودة، اوكي يلا يا حبيبي، حاضر، قولي لنا يا مودة، من ربكِ؟ رب الإسلام ينفع نقول رب الإسلام برضو؟ زمايلنا يقولوا علينا إيه؟ اسم ربي الله برافو، ربي الله، أين الله؟ واحد كده يجاب لك يقول لك أنت مسلمة، والله السماء السماء فوق السماء إيه؟ السماء عن فوق فوق العرش، الله برافو عليك يا حبيبتي، ممتازة. طيب ما دينك؟ الدين بتاعك اسمه إيه؟ الدين الإسلام شطورة، برافو عليكي، ديني اسمه الإسلام، برافو عليكي، ممتازة يا حبيبتي. يبقى الدين بتاعنا يا ولاد اسمه ايه؟ اسمه الإسلام. يلا يا مالك، الأكل عمو يا مالك، برافو يا حبيبتي، مالك هشام، يلا يا مالك، مالك افتح المايك يا مالك، يلا ما فين ده المايك؟ يلا انت فتحته كده اهو، من ربك؟ عمل انت بخير، يلا قول لنا بقى، من ربك؟ ربنا مين؟ علي صوتك كده عشان زمانك يسمعوك، من ربك؟ رب الله برافو، ربي الله. طب هو الله ده موجود فين؟ ماما أين الله؟ موجود فين؟ موجود فين يا مالك؟ لو حد سألك كده هيقول لك، بقول له موجود فين؟ أين الله؟ يا بابا مش لعبس يلا علي صوتك يلا عشان نسمعك، أين الله؟ موجود فين الله ده؟ انا اقول الكلام كم مرة قول ورايا، يلا في السماء. في السماء ايه؟ فوق العرش، صح؟ صح يا مالك؟ قول يا بابا قول يا صح، بابا مالك يلا 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 قول، سمعني كده، في السماء. قول يا بابا السماء فوق العرش برافو، برافو عليك يا حبيبي. طيب ما دينك؟ الدين بتاعك اسمه ايه؟ رب الله الدين بتاعنا، عارف الدين بتاعنا اسمه ايه؟ دين الإسلام برافو عليك، ديني الإسلام، برافو عليك يا حبيبي. طيب فين مات؟ نشوف كده. يلا يا ماسة، يلا حبيبي، قولي لنا بقى يا ماسة، قولي لنا من ربك؟ مين ربنا؟ يلا سمعي زمايلك كده، يلا هما بيسألوكي، بيقولوا لك يا ماسة انتي بطلة كده، من ربك؟ ربنا مين؟ يلا بس علي صوتك كده علشان زمايلك يسمعوك، يلا الله برافو، ربنا الله. أين الله يا ناسا؟ الله ده موجود فين؟ ها موجود فين الله؟ سمعي زمايلك كده، يلا وريهم انتي بطلة ازاي.
السماء فوق العرش. برافو يا حبيبتي، احسنتي، في السماء فوق العرش. طيب ما دينك؟ الدين بتاعنا اسمه ايه؟ الإسلام. فازة يا حبيبتي، احسنتي، ديننا اسمه الاسلام، برافو عليكم يا اولاد. طيب نيجي كمان، عندنا اسئله تانية لازم نكون عارفينها عن الدين بتاعنا او عن العقيده بتاعتنا، زي لما حد يقول لك من نبيك، النبي بتاعك مين، تروح انت بسرعه زي البدر كده تجري تقول له نبيي هو محمد صلى الله عليه وسلم. نبيي هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يلا كلنا كده نقول مع بعض كده، يلا نبيي هو مين؟ ها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يلا يا روبان، من نبيك يا روبان؟ نبيك مين؟ مين نبيك؟ النبي محمد. محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. برافو عليك. يلا يا عمر، من نبيك يا عمر؟ الله محمد. محمد. محمد ليه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. برافو عليك يا حبيبي، محمد صلى الله عليه وسلم. يلا سوسو، باسم السلام مين عليكم سوسو؟ ورحمة يلا يا سوسو افتح المايك، مسجلة باسم سوسو. يلا حبيبتي افتح المايك، يلا سمعانا. يلا حبيبي يلا افتح المايك، يلا يلا يا دارين. يلا بيسألك هنا كده وبيقول لك من نعم. نبيك؟ مين نبيك؟ النبي مين؟ مين نبي؟ نبينا اسمه ايه؟ محمد صلى الله برافو عليك، محمد صلى الله عليه وسلم. برافو برافو عليك. يلا يا نور، يلا يا نور قولي لزمايلك، بيسألوكي زمايلك يا نور بيقولوا لك من نبيك؟ نبيك نعم طيب من نبيك يا نور؟ محمد. برافو، محمد صلى الله عليه وسلم. يلا نقول ايه؟ محمد ايه؟ محمد نبينا ايوه صلى الله عليه وسلم. احسنتي. طب من ربك؟ الله الله سنتي الله، أين الله؟ الله موجود فين؟ في السماء أيوة فوق العرش. سنتي، برافو عليكي يا حبيبتي، ممتازة. طب ما دينك؟ الإسلام. برافو عليكي، بطلة، ممتازة، أحسنتي يا حبيبتي، برافو عليكي. طيب مين كمان ما جاوبش معانا؟ حمزة. يلا يا حمزة، يلا يا حمزة قول لنا من ربك يا حمزة؟ ربي هو الإسلام. فكر كده، مين ربنا؟ لا، لسه بنتكلم عنه دلوقتي اهو. ربي يعني هو الله. رب، ربي هو الله. اين الله بقى يا حبيبي، موجود فين؟ في السماء فوق العرش. احسن. طيب ما دينك؟ ديني هو الإسلام. برافو. من نبيك؟ نبي محمد رسول الله. برافو، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. برافو عليك يا حبيبي. يلا يا كادي اتفضلي يا كادي، يلا زمانك بيسألوك يا كادي، انت بطلة كده. من نبيك يا كادي؟ مين نبيك؟ يلا افتحي المايك يا كادي، يلا ينقود مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا. من محمد نبيك؟ صلى الله عليه وسلم. برافو، محمد صلى الله عليه وسلم. طب من ربك؟ الله. الله. ما دينك؟ إسلام. الإسلام. شطورة، أين الله؟ فوق السماء. السماء. السماء فوق السماء. إيه؟ السماء. العاشر. شطورة يا حبيبتي، برافو عليكي، أحسنتي، ممتازة. السماء فوق إيه؟ فوق العرش. ممتازين، برافو عليكم. طيب مين كمان ما جاوبش معانا؟ ناخد كده جاسر، يلا يا جاسر
بنسألك يا جاسر كده، زمانك بيسألوك كده والناس بتسألك، بنقول لك يا جاسر من ربك؟ ربي هو الله ده حبيب. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. برافو عليك، أحسنت. ما دينك؟ ديني هو الإسلام. برافو يا حبيبي، بطل. أنا أيسل يا مكس. أنا أيسل. أيسل، برافو يا أيسل. طيب بس أنا داخلة باسم جاسر. ماشي يا حبيبي. طب قولي لنا بقى، أين الله يا أيسل؟ الله موجود فين؟ في السماء فوق العرش. برافو عليكي يا روحي، أحسنتي، برافو عليكي، ممتازة، برافو، برافو عليكم، ممتازين. طيب تعالوا كده بقى نشوف حد تاني ما جاوبش معانا. طيب نشوف بقى حاجة كمان يا ولاد، عايزين نسأل بقى، لما حد يسألنا يقول لنا ما معنى التوحيد؟ يعني ايه التوحيد؟ يعني انت بتقول انا مؤمن وموحد بالله، يعني ايه التوحيد ده؟ التوحيد معناه هو عبادة الله وحده، يعني انا معبودش اي حد تاني غير ايه؟ غير ربنا وبس. ماشي؟ التوحيد جاي من كلمة واحد اهو، مفيش اله الا الله سبحانه وتعالى بس، عبادة الله وحده. يعني انا ينفع ان انا اعبد حد تاني مع ربنا؟ طبعا ما ينفعش. فلما حد يسألك ويقول لكم انتوا كده ابطال يا اولاد، طيب وخدتوا كمان التوحيد، طب ايه معنى التوحيد؟ تقول له ايوه انا عارف يعني ايه توحيد، يعني معناه عبادة الله وحده. يعني ايه التوحيد؟ يلا كلنا نقول مع بعض، توحيد هو الله مني أم رجلي عبادة الله وحده. توحيد هو يعني ايه؟ يعني عبادة الله ايه؟ عبادة الله وحده. طيب يلا يا ريان، ريان افتح المايك كده بنسألك معانا. روبان يلا يا روبان. نعم انا حضرتك كويس. يلا قولي لنا يا روبان، يعني ايه التوحيد؟ يعني احنا بنعمل ايه؟ بنعبد ايه؟ ها؟ نعبد. عبادة الله واحدة. برافو يا حبيبتي، ممتازة، زي ما قلت لنا روبان، عبادة الله واحدة. طب لو حد سألك يا روبان وقال لك من ربك يا روبان؟ هتقولي له ايه بقى؟ انت بطلة كده وشطورة. ربي الله. ربي الله، برافو عليكي. طب ما دينك؟ الإسلام. الإسلام، برافو عليكي. من نبيك؟ الله. لا نبي محمد. محمد صلى الله عليه وسلم، برافو عليكي يا حبيبي، ممتازة. طيب لو قال لك أين الله؟ الله موجود فين؟ في السماء. أيوه فوق إيه؟ برافو عليكي، في السماء فوق العرش، ممتازة يا حبيبي، برافو عليكي، أحسنت. خلاص كده يا ولاد زي ما قالت لنا زميلتنا، يلا خلاص. طيب ناخد مين؟ يلا يا مالك، بعد كده عايزين ناخد من حور. اوكي يلا يا مالك، قول لنا يا مالك كده ايه، ايه معنى التوحيد يا مالك؟ يعني ايه توحيد؟ يعني انت تعبد مين؟ يعني تعبد الله وحده لا شريك له، صح؟ لما حد يسألك يقول لك يا مالك ما معنى التوحيد؟ ها؟ هو ايه التوحيد؟ واحدة. ايوه برافو عليك، عبادة الله وحده، برافو عليك يا حاج، ممتاز. طيب ناخد مين كمان؟ يلا يا حور، عامله ايه يا حور، انت كويسه؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. بيسألك يا حور بيقول لك من ربك يا حور؟ مين يجي يقول لك اللي ربي الله، برافو عليكي. طيب ما دينك؟ نعم اسمه ايه؟ الإسلام، شطورة. طب من نبيك؟ أنا اسمه ايه النبي بتاعنا؟ أيوه فكري كده بطلة يلا. ها اسمه ايه النبي؟ ها محمد. أيوه شطورة، محمد صلى الله عليه وسلم. طب ايه معنى التوحيد يعني يا فور؟ يعني ايه التوحيد يا حبيبي؟ يعني ايه؟ عبادة ايه؟ واحدة. برافو عليكي، احسنتي، برافو، بطلة يا فور، عبادة الله وحده. طيب في كده كمان يا ولاد عندنا سورة بتدل على التوحيد، اللي هي سورة ايه؟ ربنا قال ايه في كتاب القرآن الكريم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد،
الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. معنى قل هو الله أحد يا أولاد يعني مفيش أي حد تاني غير ربنا سبحانه وتعالى، تبقى مؤمن وموحد إن إيه الله سبحانه وتعالى هو إيه، هو الإله الواحد. اتفقنا؟ تعالوا كده نسمع مع بعض فيديو كده ونشوف، يلا، وبعد كده هنقرأ مع بعض كلنا سورة إيه، سورة الإخلاص. خلاص كده، مين حافظ سورة الإخلاص يقرأ لنا؟ مين حافظ؟ ناخد كده نشوف كده. طيب كرمة، حافظة يا كرمة؟ يلا قولي كده زمالك يا كرمة سورة الإخلاص، افتحي المايك. طب يلا يا جاسر، قولي يا جاسر، قولي زمايلك يا جاسر سورة الإخلاص كده، بنقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. برافو عليكي يا حبيبي، ممتاز. يلا يا كارما قولي لزمايلك يا كارما، يلا يا كارما قولي لزمايلك سورة الإخلاص. بسم بتقولي الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، أيوه. يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. برافو يا حبيبتي، ممتازة. ولم يكن له So what is كفوا ClickUp؟ ClickUp is أحد. an all-in-one productivity software برافو عليكي يا حبيبتي، بطلة ممتازة. where you طيب can manage everything يلا and مين anything. كمان؟ ناخد مين؟ يلا يا حور. يلا يا حور قولي لزمايلك يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. برافو عليك يا حبيبتي، ممتازة. ولم يكن له كفوا أحد. طيب تعالوا كده نسمع الفيديو اللي معانا ده ونشوف. هو هنا بيسألنا يا ولاد وبيقول لنا من ربك؟ مين هيجاوب على السؤال ده يقول لنا من ربك؟ تعالوا ناخد حد ما جاوبش، يلا مين؟ يا تالا جاوبتي يا تالا؟ يلا يا تالا افتحي المايك يا حبيبتي، يلا. بيسألك يا تالا وبيقول لك من ربك؟ ربنا مين؟ ها؟ الله. يلا يا ولاد، تالا كده فكرت وقالت إني ربنا الله. تعالوا نشوف كده الإجابة بتاعتها صح ولا غلط. ها؟ ربي الله. برافو عليك يا تالا، أحسنتي. قالت لنا تالا إن هنا بيقول لها ربي الله. برافو عليك يا حبيبتي. طيب ناخد مين كمان يا ولاد؟ تعالوا نسأل نشوف، بيسألنا وبيقول لنا أين الله؟ أين الله؟ مين هيجاوب على أين الله؟ يلا كده نشوف مين؟ عايزين حد ما جاوبش كده، اللي ما جاوبش يرفع إيديه، يلا مين؟ طيب تعالوا كده نشوف حد، ناخد معانا حد ما مين؟ رمسي. طيب أوكي، أنا معرفش مسجلة اسمها رمسي أو تقريبا حاجة زي كده. ناخدها اوكي. طيب يلا اتفضلي، يلا افتحي المايك، يلا يلا أين يا رمز؟ بيسألك كده وبيقول لك اين الله. فوق العرش. برافو، قالت لنا، قالت لنا في السماء فوق العرش. تعالوا نشوف كده اجابتها صح ولا غلط يا ولاد. السماء فوق العرش. فوق العرش. برافو عليكي، يلا نسجف لها كلنا، يلا برافو عليكي، ممتازة. قالت لنا الله موجود في السماء يا ولاد فوق العرش. برافو عليكي يا حبيبتي، ممتازة. طيب هو هنا كمان بيسألنا يا ولاد بيقول لنا ما دينك؟ ما دينك؟ هنشوف مين بقى يجاوب معانا على ما دينك. الإسلام. بيقول ما لنا دي الإسلام؟ تعالوا ناخد حد ما جاوبش. طيب الإسلام. برافو، ناخد حد ما جاوبش، شطورة، هي كانت الإسلام.
تعالوا بقى نشوف مين ما جاوبش، مين يجاوب على السؤال ده ونسجف له. يلا مين ناخد حد ما جاوبش كده؟ عايزة حد ما جاوبش خالص. مين مثلا؟ يلا يا ماسة، يلا يا ماسة. هو بيسألك يا ماسة هنا وقال لك ما دينك؟ تردي عليه تقولي له ايه؟ فكر. طيب يا ولاد تعالوا نشوف كده إجابة ماسة. ماسة بتقول إن الدين بتاعها اسمه الإسلام. يلا يا ماسة نشوف كده. دين الإسلام. برافو عليك، يلا كلنا نسجح لماسة. يلا برافو عليك يا ماسة، شطورة. قالت ماسة ديني ايه؟ دين الإسلام يا ولاد. برافو عليك يا ماسة، أحسنتي يا حبيبتي. طيب بيسألنا يا ولاد كمان، نبيك من نبيك؟ مين هيجاوب معانا من نبيك؟ يلا ناخد مين؟ وحيد. وحيد انت جاوبت يا وحيد؟ افتح المايك يا حبيبي. وحيد؟ وحيد ما جاوبش يا ولاد معانا؟ يلا مين تاني؟ عايزين نشوف حد كده ما جاوبش. سيف؟ رقية؟ فين رقية؟ طيب تعالوا نشوف، ناخد رقية. اوكي يلا يا رقية، يلا اقرأ. يلا يا رقية، يلا قول يا رقية بيقول لك من نبيك؟ نبيك مين يا رقية؟ افكر كده، مين نبينا؟ نبينا مين؟ برافو رقية يا ولاد، بتقول نبينا هو محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الإجابة بتاعت رقية صح ولا غلط؟ نبي محمد صلى الله عليه برافو يا وسلم. رقية، نسجل يا رقية كلنا. يلا برافو عليك يا رقية، ممتازة. برافو شوف عليك، أحسنتي. طيب هو بيسألنا هنا يا ولاد كمان، ما معنى كلمة التوحيد؟ حد عارف ايه معنى التوحيد؟ بعد التوحيد، التوحيد مين عارف التوحيد هو ايه؟ حد عارف؟ حد عارف ايه معنى التوحيد؟ عبادة الله أحد. تعالوا نشوف مين هيجاوب، مين هيجاوب معانا؟ عبادة الله وحده. برافو. طب تعالوا نشوف، بيقول عبادة الله واحد، تعالوا نشوف صح ولا غلط كده. يلا كده نشوف يا ولاد، توحيد. التوحيد هو عبادة الله وحده. برافو عليك، ممتاز. برافو عليك، برافو يا ولاد، احسنتوا، ابطال كلكم ابطال. برافو. عقيدة الطفل يلا المسلم. مين هيجاوب معانا تاني؟ نبدأ تاني. يلا نشوف مين، حد ما رب جاوبش. ربه. يلا بيسألنا هنا وبيقول لنا ربي الله. ربي الله. طب تعالوا هو من بيسألنا كمان، ربه؟ من ربك؟ عايزين حد ما جاوبش. الله. يلا ناخد بقى ايه يا ولاد، ناخد حد ما جاوبش. اوكي جاسر، يلا يا جاسر. الله. برافو عليك، ممتاز. طيب فين جاسر؟ عاوزين نشوف جاسر او عبد الرحمن. يلا يا عبد الرحمن. أنا فتحت المايك. طب يلا يا جاسر قول لنا، بيسألك يا جاسر من ربك يا جاسر؟ هتقول له ايه بقى ترد عليه؟ ربي هو الله. طيب يا ولاد جاسر بيقول لنا ربيه هو الله. تعال نشوف جاسر اجابته صح ولا غلط. يلا ربي الله. يلا نسجل لجاسر، يلا كلنا. برافو عليك يا جاسر، ممتاز. برافو عليك، احسن. محبش الدمش، عرفتيني بقى؟ أبغى أشوف. يلا هو بيسألنا يا ولاد بيقول لنا أين الله؟ حد عارف أين الله. الله؟ أين الله؟ الله في السماء فوق العرش. يلا نسأل حد، يلا هو جاوب لنا هنا واحنا نسأل كمان، أين الله؟ أين الله؟ أين الله يا علي؟ السماء فوق العرش. يلا يا علي افتح المايك. علي السماء فوق العرش. عايزين علي، هو علي قافل المايك ليه؟ يلا يا علي افتح المايك يا حبيبي. يلا
علي، يلا انا فتحه لك المايك علي اهو. السؤال بيسألك يا علي وبيقول لك أين الله؟ طيب ناخد مين كمان؟ طيب يلا يا مازن، يلا يا مازن، بيقول لك يا مازن أين الله؟ افتح المايك يا حبيبي. افتح المايك يا مازن، نعم. يلا يا مازن، بيسألك يا مازن بيقول لك أين الله؟ الله موجود فين؟ جاوبه يلا. فوق العرش. في السماء فوق العرش. شوف ورايا. ها؟ الله في السماء فوق العرش. يلا نسقف لمازن كلنا، يلا. برافو عليك يا مازن. ممتاز، برافو عليك. طيب رجع كمان يا ولادي يسألنا. ما دينك؟ طيب بيسألنا ما دينك، مين هيجاوب معانا ما دينك؟ مين هيقول ما دينك؟ عايزين حد ما يجاوبش. يلا ما دينك، هو أنا سألنا وبيقول لنا ما دينك. يلا يا عمر، عمر أحمد، يلا يا عمر قول لنا. يا عمر بيسألك ما دينك؟ بتاعك اسمه ايه يا عمر؟ لا يلا فتح، قول دينك اسمه ايه؟ عارف بتاعك اسمه ايه يا عمر؟ فاكر كده؟ لا برافو عمر يا ولاد، بيقول ان الدين بتاعه اسمه الاسلام. تعال نشوف كده صح، الدين بتاعنا اسمه الاسلام ولا ايه؟ دين الإسلام. برافو، احسنت. يلا نسجل لعمر، يلا. برافو عليك يا عمر، ممتاز. برافو عليك يا حبيبي، احسنت. طيب رجع يسالنا يا ولاد وبيقول لنا من نبيك؟ مين نبينا؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا نشوف رزان هتجاوب علينا ايه، تقول لنا من ايه. نبيك؟ مين نبيك يا رزان؟ رزان. صلى الله عليه وسلم. طيب يا ولاد رزان بتقول لنا اديها نبيها اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف رزان صح ولا غلط. نبي محمد صلى الله عليه وسلم. برافو، بطلة يا رزان، سجل في الرزان كلنا، يلا. برافو عليك يا رزان، ممتازة يا حبيبتي. خلاص يا ولاد اتعلمنا كده النهاردة، اتعلمنا الدين بتاعنا اسمه ايه، نبينا مين، صح كده. اتعلمنا كمان ربنا موجود فين، اين الله، وعرفنا كمان الدين بتاعنا اسمه ايه، اسمه الاسلام، صح. وعرفنا يعني ايه معنى كلمة التوحيد، معناها ان انا اؤمن بالله سبحانه وتعالى وحده، ما اعرفش حد معاه، صح كده. طيب هو بتختلف. لا احنا لسه هنقرأ سورة الإخلاص اللي بتدل على التوحيد. مين يقرأ سورة الإخلاص؟ مين حافظ الإخلاص؟ قل هو الله أحد. تعالوا نشوف كده، نشوف مالك. يلا يا مالك اقرأ لنا كده السورة. يلا يا مالك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله أحد، والله الصمد، لم يلد ولم يولد وله كفوا أحد. برافو عليك يا حبيبي، ممتاز. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مين عايز يقرأ كمان؟ تعالوا نشوف كده حد كده عايز يقرأ كمان، يقرأ لنا سورة الإخلاص. يحيى، طب يلا يا يحيى، تعالوا ولاد نشوف كده يحيى زميلنا عاوز يقرأ سورة الإخلاص. يلا اتفضل يا يحيى، يلا يلا سمع زمايلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. برافو عليك، صدق الله العظيم، برافو عليك، برافو عليك يا يحيى. طيب حد تاني من زمايلنا كمان عاوز يقرأ؟ رانسي، ماشي حبيبي، يلا كده. فين رانسي؟ يلا اتفضل، يلا اقرأ لزمايلك، يلا سورة الإخلاص. يلا اعوذ بسم بالشيطان. الله الرحمن الرحيم.
ايوه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد. برافو حبيبي عليك، ممتاز. ولم يكن له كفوا احد. حمزة ويحيى. طيب اوكي، يلا يا ولاد اسمعوا كده مع زمايلنا حمزة ويحيى، عايزين نقرأ لكم ايه؟ عايزين نقرأ لكم سورة الإخلاص. يلا يا حمزة. أحبك كمان. انا يلا علي فرصة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا قول هو، قل هو أحد. قل ربنا الصمد من يلد ما يولد برافو ومن برافو. يلد ما يولد يكون له كفوا أحد. لم يكن سلام. بسم برافو الله عظيم. الرحمن طيب مين تاني هيقرأ؟ كافي. يلا يا ولاد اسمعوا اسمعوا زميلتنا كافي، هتقرأ لنا ايه؟ هتقرأ لنا سورة الإخلاص. يلا يا كادي. قل هو الله أحد. أطلب الترتيب الأول. يلا يا كادي اتفضل. الله الصمد لم يلد ولم يولد لكم له كفوا أحد. لك العظيم. برافو عليكي، برافو. سيف. طب اوكي، طب اوكي يا ولاد بصوا معانا كده. سيف يا ولاد عاوز يقرأ لنا كمان. طيب يلا فين سيف؟ يلا هناخد سيف، بعد كده هناخد اللي هي مسجلة باسم جاسر. سيف انا مش شايفة سيف. فين الصورة يا ماما؟ يلا كده جاسر لحد ما نشوف سيف. جاسر يلا افتحي المايك. يلا يلا اقرأي كده لزمايلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن برافو، ودينا المستشفى. أحد. برافو عليكي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. يلا يا سيف اتفضل. كسر عيون. يلا فتحت يلا يا سيف اقرأ كده لزمايلك. الله أكبر. الله الصمد لم يلد ولم يولد ايوه كفوا أحد. لم يكن له كفوا احد. برافو عليك، تمام. طيب مين كمان عندنا؟ حمزة. حمزة عايز يقرأ. طيب حمزة هشام ماشي. طيب يلا يا حمزة نفتح لحمزة المايك يا ولاد، علشان حمزة عايز يقرأ لنا سورة ايه؟ سورة الإخلاص. يلا يا حمزة اتفضل. يلا سمع بسم زمايلك. الله الرحمن الرحيم. ايوه قل هو الله احد والله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. برافو عليك، برافو عليك. يلا يا ماسة اتفضلي. يلا يا ولاد ماسة زميلتنا هتقرأ لنا سورة الإخلاص. يلا يا ماسة اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. برافو عليكي. يلا يا هدى اقرأي لزمايلك. يا هدى يلا سورة الإخلاص. يلا اتفضلي هدى اسماعيل. تالا. تالا يلا. طب يلا اتفضلي يا تالا اقرأي لزمايلك. يلا هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. برافو عليك، برافو. طيب يلا يا ولاد حمزة كمان عاوز يقرأ لنا. حمزة فين حمزة؟ خالد. يلا حمزة اتفضل. حمزة افتح المايك. حمزة
يلا يا حمزة افتح المايك. حمزة خالد اتفضل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم. برافو عليك يا حمزة أستاذ، برافو عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص كده يا ولاد اتعلمنا كلنا. أنا حمزة الأخير. قلت طب يلا يا حمزة اتفضل اقرأ يا حمزة يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. برافو عليك يا حبيبي ممتاز، برافو عليك يا حمزة. يلا مين؟ شايدة؟ يلا افتحي المايك، يلا اتفضلي افتحي المايك كده اقرأي لزمايلك كده. يلا دارين قرأت يا دارين؟ محمد؟ طب يلا يا محمد هنفتح المايك محمد هنا. نعم يلا عندنا محمد كمان. فين محمد؟ حد تاني يا ولاد كده عاوز يقرأ؟ خلاص كده كلنا اتعلمنا يا ولاد عرفنا النهارده. يلا يا محمد اتفضل افتح المايك يا محمد واقرأ لزمايلك يلا. يلا قولي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد قولي لا لله قولي كله اللي هو كله أحد. ايوه لا لا بصي لا أحد، لا أحد، لا يلد ولا يولد، الله الصمد لا صمد، لم يلد لم يلد ولم يولد. برافو ولم يكن له كفوا احد، برافو عليك. يلا يا عبد الرحمن اتفضل يا عبد الرحمن يلا اقرا يلا يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. يلا قل هو الله احد. لا يا عبد الرحمن اتفضل. يا ميس لم يلد ولم يولد. يا ميس ولم يكن لم يكن له كفوا أحد. ماشي يا عبد الرحمن كفوا أحد. برافو عليك. ولم يكن له كفوا أحد. خلاص كده يا ولاد اتعلمنا كلنا النهارده كده وعرفنا مع بعض. لو حد سألنا عن الحاجات الأساسية في العقيدة بتاعتنا والإسلام بتاعنا هنقول إيه؟ من ربه؟ خلاص عرفنا ربي الله، وعرفنا إن الدين بتاعنا اسمه الدين اوكي الإسلامي، وعرفنا كمان إن نبينا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفنا كمان ربنا موجود فين؟ في السماء فوق العرش، صح كده؟ وعرفنا كمان اتعلمنا مع بعض معنى كلمة الإخلاص وعبادة الله وحده لا شريك له. وكمان اتعلمنا ايه سورة السورة اللي بتدل على التوحيد وهي سورة ايه؟ قل هو الله احد او سورة الاخلاص. اتفقنا يا حبايبي كده؟ خلاص اتفقنا كده. لو اي حد جابلنا في اي مكان وسألنا هنبقى عارفين الحاجات دي نجاوب عليها كويس.